الفنانة علا غانم كانت مسافرة مع والدتها وبناتها الاثنين للساحل الشمالي للهروب من حر القاهرة ولقضاء أجازة صيفية سعيدة، لكن للأسف حصلت لهم حادث في طريق الساحل الشمالي وانتقلوا لمستشفى العالمين وهم مصابين بعدد من الكسور، وكانت إصابة علا غانم بكسر في عظمة التركوة نتيجة الحادث. ووالدتها كمان أصيبت بكسر في 3 فقرات من فقرات القطنية، وبناتها كاميليا ونرمين أصيبوا ببعض الجروح السطحية والكدمات البسيطة، وتم نقلهم جميعا لمستشفى خاص في القاهرة لاستكمال العلاج. طبعا ألف سلامة على الفنانة علا غانم ووالدتها وبناتها، وعرب وود بتتمنى لهم الشفاء العاجل. الفنانة علا غانم قدمت في السباق الرمضاني اللي فات مسلسل خروج بدور مميز جدا، وكمان شاركت في مسلسل مملكة يوسف المغربي، وكمان قبل السباق الرمضاني قدمت دور مميز في مسلسل سلسال الدم. ليلى يا شوشو، انا اقدر اثق فيكي تاني؟ ايوه طبعا. وليلى؟ قولي اه. سرنا معاك وممكن تودينا في 60 نار. صح، تمام، انا اقدر اشرطكم مش كده؟ ايوه، لكن مش هو ده اللي جايبك. انت قلبت في موبايل عادل وشفت الفيلم وتأكدت ان كل الكلام اللي قلناه كان صح. انت جاي عشان تزلنا، عشان تلوي دراعنا، عشان حاجة تانية خالص.